طبعا احنا بعد ما شفنا الموديول اللي فات عرفنا السيرفر والكومبوننتس بتاعته عامله ازاي. الموضوع كان ضخم شويه، الحمد لله احنا عندنا الموديول بتاعنا دوت سيمبل جدا، لان احنا هنتكلم على الكلاينت سايد. الكلاينت سايد زي ما حضراتكم عارفين العمليه سيمبل جدا، هنعرف ايه هي المينيموم ريكويرمنت بتاعتنا، وهنشوف الانستوليشن، وهنشوف الفانكشناليتي بتاعته. تمام؟ وعايزكم تاخدوا بالكم، لان بالرغم ان هو سوفت وير سيمبل جدا، وعلى فكره لما هتفتح الانترفيس بتاعه هتحس ان هو ابيض ما فيهوش حاجه، لان في كميه حاجات مرعبه، لدرجه ان الايكون بتاعه الموجود في التري تحت، ماشي، في التاسك تري تحت، هتلاقوا ان اللون بتاعه ليه معنى. يعني انت لما تبص له لو لقيته بيلف لونه موز ليه معنى، لو لقيته لونه برتقالي ليه معنى، لو لقيته لونه ازرق ليه معنى، لو لقيته لونه اخضر ليه معنى. فعمليه عايزه تركيز. اوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم زدنا علما. الفول فرونت كلاينت سكيورتي ليف سي اس كلاينت. احنا الاول كنا بنتكلم على السيرفر، هنبدا نتكلم دلوقتي على الكلاينت. الاوبجيكتيف بتاعتنا ان احنا نشوف الكلاينت بيشتغل ازاي ونكمل السايكل بتاعتنا. تمام؟ هنعرف ايه هي الهارد وير ريكوايرمنت، ايه هو السوفت وير ريكوايرمنت، ايه السبورتد اوبريتنج سيستمز، ايه اللوكاليزيشن لانجوجز، نفس اللانجوجز بتاعت السيرفر. تمام؟ بالنسبه للهارد وير احنا محتاجين ان البروسيسور يكون 700 جيجا هرتز او اسرع. 700 دوت كام؟ بنتيوم 3 صح؟ تمام؟ وعندنا الرام تكون 256 ميجا بايت او اكتر. البروسيسور دي الحاجه الجميله، دي الحاجه الجميله، لان بعض الناس هيقول لك انتوا حطيتوا علينا مايكروسوفت ريستريكشن في السيرفر سايد ان هو ايه؟ 32 بقت. طب وبالنسبه للكلاينت؟ قال لك 32 اور 64 بروسيسورز سواء كان اي ام دي او انتل، بس بشرط في هنا ريستريكشن، بس ده مش هدين قوي لان الحاجات دي مش موجوده عند حد خالص، اللي هو الايتانيوم 64. تمام؟ الاي اي 64 ده مش موجود عند حد، فاصلا ما فيش ريستريكشن. هنا كده بقيت الواحد مبسوط وسعيد ان هو لقى التو كاينتس اوف بروسيسورز. بعد كده قال لك انا محتاج 350 ميجا بايت ديسك سبيس اور مور فري ديسك سبيس. ليه؟ عشان انا كسوفت وير انزل هحتاج الكميه ديت. تمام؟ جه هنا قال لك ايه هي سبورتد اوبريتنج سيستمز؟ قال لك انا محتاج يكون عندي ويندوز سيرفر 2000 سيرفيس باك 4. تمام؟ ومعاها حاجه اسمها ابديت رول اب اند جي دي اي بلس، دي ابديت بوت فيكسز لازم تكون نازله. ويندوز اكس بي ال 32 وال 64 سيرفيس باك. تمام؟ عندنا الويندوز سيرفر 2003 عشان احنا لو عايزين نحمي السيرفرز بتاعتنا. 32 و64 اس بي 1 واكتر. عندنا الويندوز فيستا نفس الحكايه، ال 32 وال 64 بزنس التيميت انتربرايز. حلو جدا، خد بالك عندك في شويه حاجات لازم تبقى موجوده. الويندوز ابديت ايجنت ليه؟ هو ايه ال دبليو يو اي ويندوز ابديت ايجنت؟ ده الابديت ايجنت اللي بيعمل حاجه من اثنين، يا اما بيطلع على مايكروسوفت يجيب الابديت من مايكروسوفت مباشره، يا اما بيروح على الدبليو سي سيرفر ويعمل ايه؟ ويجيب الابديتس من هنا. طيب لو الايجنت ده مش موجود او موجود ومقفول لاي سبب ما، هل هو هياخد ابديت الجهاز دوت؟ لا. يبقى ده طرف مهم ولا مش طرف مهم جدا؟ ثاني حاجه ويندوز انستولر 3.1. تمام؟ الويندوز ابديت ايجنت ده موجود في الويندوز. موجود بس هو بيقول لك ان كيس ان انت عامل اي بوليسي او اي حاجه تقفل. ما هو قال لك خد بالك انك ممكن من خلال بوليسي تعطل الشغل بتاعك، فهو بيقول لك ايه الريكويرمنت بتاعه بالرغم ان هو موجود بس هو وضحها. عندك بعد كده تيبل بي سي فيرجن ويندوز السبورتد باي اف سي اس موم سبورت دازنت سبورت تيبل بي سي، ده بيقول لك بس في حته السبورت كده. هو بيشتغل على سيرفر هنا وسبيت فار مانجر رول اب باكج، دي ده ابديتس يعني ترانزيت سيرفيس باك 2 فيها كل الكلام ده. ويندي باوز ابديتس ابديت رول اب 1 والجي دي اي بلس ده ابديت بينزل لك سكيورتي باتش بوت فيكس بينزل كل دي ابديتس بينزل. واتس نوت اون ذا ليست دي من الحاجات اللي احنا عارفينها في الجزئيه بتاعت البروجكت مانجمنت، لما تيجي انت بروجكت مانجر تيجي تعمل بروجكت تقول له واتس ان، ايه اللي جوه السكوب بتاع البروجكت؟ واتس اوت، ايه اللي بره السكوب عشان ما تغرقش، ما يجيش في الاخر يقول لك مطلوب ومطلوب تقول له انا ما كنتش اعرف. انا بقول لك ايه اللي بره؟ مايكروسوفت اتكسر سيرفر مالهاش علاقه بيه، مايكروسوفت سمول بزنس سيرفر مالهاش دعوه بيه، مايكروسوفت ويندوز 2003 ديتا سنتر مالهاش دعوه بيه، ويندوز اكس بي ويندوز فيستا هوم اديشنز مالهاش دعوه بيه. هنتكلم على بزنس. اوكي؟ ويندوز امبيدد بتتحط جوه هارد وير معين، ويندوز موبايل والسمارت فونز. احنا عارفين طبعا الويندوز موبايل والسمارت فونز بقدر انزل عليهم الايجنت بتاع الاس سي سي ان. تمام؟
لا هنا لا ما تنزلوش حاجه زي كده نون ويندوز بلاتفورمز، يعني ما فيش حد يقول انا عندي لينكس انا عندي كذا او كذا او كذا، لا عارفين ليه؟ لان اصلا السوفت السوفت وير بتاعنا ماله؟ دوت اي اكس اي يا جماعه بايولوجيك دوت اي اكس اي هي ذات سطوع اصلا حاجه ثانيه. اللغات بتاعنا زي ما احنا عارفين. نيجي بقى للانتي ميلوير. حد يعرف يعني ايه كلمه ميلوير؟ ميلوير دي امبريلا كبيره جدا معناها اي حاجه بتضر الجهاز. حط تحتيها بقى كله. عندك الفيروس، عندك السبام، عندك التروجن. هل حضراتكم تعرفوا ايه الفروقات ما بينهم؟ يعني ايه فيروس يا جماعه؟ الفيروس بمنتهى البساطه هو عباره عن سوفت وير الغرض بتاعه هو يأذيك الجهاز بتاعك او يأذيك انت شخصيا، بس في حاجه ما بيشتغلش الا لما حضرتك بيبقى في حاجه اسمها يوزر انترفنشن، يعني في تدخل ادمي. يعني لازم انا ارن حاجه فهو يبدا يشتغل. لكن ما بيشتغلش لوحده. ولذلك لو انت عندك فيروس وانت ما لمستوش، يعني فيروس مثلا موجود جوه ملف اكسكيوتبل دوت اكس اي، طالما انت ما لمستوش خلاص جهازك سليم جدا، هو موجود بس ما انتشرش مش هيشتغل. لازم يشتغل. اوكي؟ في عندنا حاجه ثانيه زي الورم. ايه هي الورم؟ الورم احد انواع الفيروس، وده كان الجيل الثاني منه، هو عباره عن سوفت وير برضه الغرض منه الاذيه، بس بيشتغل من غير تدخل. يعني والله حضرتك عملت رن للفايل او ما عملتلوش رن، هو بيشتغل وبيقدر ينتشر في النتورك لوحده، بيدوبليكيت نفسه بسرعه جدا. طيب كده احنا قلنا الفيروس ببساطه وايه الورم. طب ايه هي الحته بتاعت التروجن؟ التروجن بمنتهى البساطه هو عباره عن سوفت وير، السوفت وير دوت الغرض منه اني انا احط لك حاجه كويسه وحاجه وحشه. تخيل حضرتك انا بعت لحضرتك تورتايه محطوطه في علبه بقى وحاجه فخمه، انت فتحت العلبه ولقيت التورتايه جاي بتحط فيها السكينه عشان تقطع بقى وتدي للناس، اول ما حطيت السكينه السكينه راح جت في القنبله راحت مفرقعه. ده بنعمله ازاي؟ ان انا بجيب سوفت وير كويس وبجيب حاجه مؤذيه وبروح عامل لهم حاجه اسمها رابنج بلفهم حوالين بعض. واللي بيعمل حاجه زي كده ده سوفت وير اسمه الرابر، ده اللي بيلفهم حوالين بعض. واجي اعمل حركه زي كده ذكيه جدا، اجي اقول له خد السوفت وير اكس والسوفت وير واي واعمل لي السوفت وير زد. لما بتيجي تشغل زد اللي بيشتغل الاول السوفت وير الوحش، عارفين ليه؟ مش في سوفت وير كتير جدا بعد ما تيجي تعمل له سيت اب، بعد ما خلص يقول لك انا لازم الويندوز تعمل ريستارت. طب افرض ان انا خليت السوفت وير الحلو يشتغل الاول ثم السوفت وير الوحش. ما السوفت وير الوحش هو بيشتغل حلو هيطلب ريستارت. ايه اللي هيحصل للاكسكيوشن بتاعته؟ فالذكاء عند الهاكر ان هو بيخلي السوفت وير الوحش يشتغل الاول من خلال ان بيطلع لك الانترفيس، فتحس ان هو بيلود وبياخد وقت عادي. ثانيه ثانيتين دقيقه دقيقتين بعد كده ايه بدا يتحرك. لا هو مش واقف، هو كان طلع لك انترفيس لكن اللي شغال الحاجه الوحشه وبعد كده بيشتغل الحاجه الكويسه. جات الكويسه بقى في الاخر تقول لك انا عايز ريستارت مش ريستارت. يا ريت ريستارت. هو ده التروجن، وده راجع للقصه بتاعت حرب طروادة لما حصروا المدينه 15 او 20 كانت 20 سنه تقريبا ومش عارفين الناس اللي جوه يخرجوا ولا اللي بره يدخلوا. المهم في الاخر الناس اللي بيحاصروا راحوا قايلين والله احنا هنصالحكم وهنعمل لكم حاجه كويسه جدا، هندي لكم حصان خشب ضخم جدا تمثال يدل على ان احنا خلاص بقى في تسامح وان الشعبين يتعاملوا مع بعض. طب ازاي؟ حطوا الحصان وراحوا ماشيين ما بقاش في جنود. التانيين شافوا من الاسوار بتاعتهم ان مفيش جنود وفي الحصان اللي هم هيحطوه في وسط المدينه ويبقى دوت ايه مثال مثال الحب والتسامح. فتحوا دخلوا الحصان وقفلوا الاسوار بتاعت المدينه واحتفلوا احتفال بشع. الناس بقى لهم 20 سنه مسجونين، اكلوا وشربوا ورقصوا وشربوا لحد ما بقى هم مش شايفين قدامهم وناموا. الحصان دوت طبعا اتفتحت الحاجه في رجل الحصان من تحت ونزلت كل الجنود اللي مستخبيه جوه الحصان ودبحوا المدينه بالكامل.